بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أهنئ سيادتكم والشعب المصري العظيم بقرب حلول العام الهجري الجديد، كما أهنئ سكان وأهالي القاهرة الكبرى بافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي بالجر الكهربائي. وقبل أن أستعرض تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى، اسمحوا لي أن ألقي الضوء على حجم مشروعات قطاعات وزارة النقل المختلفة في 10 سنوات من 30/6/2014 إلى 30/6/2024. الأرقام يا فندم اللي أنا هقولها دي أرقام دقيقة جدا، ودي المخطط من 30/6/2014 ل 24 اللي دولة رئيس الوزراء تناولها، هي ما تم تنفيذه حاليا حتى الآن. وزارة النقل يا فندم بتنفذ دلوقتي ومخطط تنفيذ مشروعات حتى 24 بواحد وواحد من 10 تريليون جنيه، يعني تريليون ومئة مليون جنيه. في مجال الطرق والكباري بس 377 مليار جنيه، السكك الحديدية 142 مليار جنيه، الأنفاق والجر الكهربائي 512 مليار جنيه، النقل البحري 49.5 مليار جنيه، المواني البرية والجافة 14.6 مليار جنيه، النقل النهري 2 مليار جنيه. مشروعات الطرق والكباري، أهم هذه المشروعات هو المشروع القومي للطرق من 377 مليار بتوع الطرق والكباري. خططنا لتنفيذ المشروع القومي للطرق 7000 كيلومتر طرق جديدة بتضاف للشبكة القومية والرئيسية للطرق، دي تتكلف 175 مليار جنيه. تم تنفيذ حتى الآن 4500 كيلو، وجاري تنفيذ تنتهي بنهاية هذا العام المالي إن شاء الله 1300 كيلو، ومتبقي تنفيذ 1200 كيلو حتى عام 24. من أهم هذه الطرق هو الطريق الدائري الإقليمي. الطريق ده طوله 400 كيلو، اتجاهين، كل اتجاه 4 حارات، بيتقاطع مع 18 محور رئيسي كلها خارجة من القاهرة الكبرى، بيربط 15 محافظة مع بعض، بيشمل 50 عمل صناعي ما بين نفق وبين كوبري. محاور النيل، محاور النيل يا فندم بدأ تنفيذ كباري، مش محاور، بدأ تنفيذ كباري في مصر سنة 1834 في عصر محمد علي بكوبري في منطقة القناطر الخيرية، وتاني كوبري كان كوبري قصر النيل عام 1871 في أيام الخديوي إسماعيل. حتى الآن يا فندم، حتى 2014، يعني منذ عهد محمد علي حتى عام 2014، تم تنفيذ 38 كوبري وليس محور، بمعدل واحد كوبري كل من 4 لـ 5 سنة، يعني كل 4 أو 5 سنين كانت مصر بتعمل كوبري واحد. احنا خططنا يا فندم من 2014 حتى 24 لتنفيذ 21 محور، يعني بمعدل 2 محور كل سنة. احنا انتهينا من تنفيذ 7 محاور من 21، جاري 11 محور يا فندم، كانوا 8، ثم بدأنا في بداية العام المالي ده في 3 كباري أخرى بقوا 11 محور، مخلصين منهم 5 تماما دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا بعض الصور دلوقتي، وجاهزين للافتتاح إن شاء الله بإذن الله بتشريف سيادتك إن شاء الله في نهاية هذا الشهر بإذن الله. ومتبقي تنفيذ 3 محاور هنبدأهم مع العام المالي القادم علشان نخلص في 2024 يكون عندنا 59 محور وكوبري على نهر النيل، بمعدل طبعا بنحقق 25 كيلو ما بين المحور والمحور كما ذكر الدكتور مصطفى مدبول. على سبيل المثال بسرعه، احنا هنستعرض طبعا محاور النيل في يوم تاني، ولكن النهارده على سبيل المثال محور صملوط يا فندم كأحد هذه المحاور، طوله 24 كيلو، 2 حارة في كل اتجاه، في 47 عمل صناعي ما بين 30 كوبري و17 نفق، لانه طبعا بيعبر مناطق زراعيه ومناطق سكانيه فكلها لازم لها اعمال صناعيه. هذا المحور اهميته مش مجرد ان هو يربط الضفتي النيل شرق بغرب النيل، ولكن ده بيربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي، ده بل بيتكامل كمان مع طريق وسط البستان حتى يربط لحد طريق الجيش التنميه. طبعا الهدف منه ان هو يربط مناطق التنميه الصناعيه شرق النيل اللي هي متمثله في محاجر الرخام والحجر الجيري ومصانع الاسمنت بالمناطق الزراعيه الجديده في غرب وغرب غرب المنيا، غرب طريق الصعيد،
طبعا مرا بكل الكتلة السكنية والزراعية الموجودة في منطقة صملوط بالمنيا. الكوبري فندم ده بالتحديد ده مش على محور صملوط ولكن ده على محور قوس. أثناء ما كنت بعرض على حضرتك وده بيتم تقريبا كل شهر مرة الموقف التنفيذي لمشروعاتنا، وكنت بعرض على سيادتك يعني محور قوس. محور قوس ده بيتقاطع مع ترعة اسمها ترعة الحجازة. كان منظر الترعة كده يا فندم. سيادتك أمرت إن كل الترع والمصارف اللي بتتقاطع معاها محاور النيل الجديدة اللي احنا بنعملها لازم نبص لها بشكل تاني، لازم نبدأ نكرك ونطهر هذه الترع ونرصف الطرق الأسفلتية على جانبيها، يعني بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المشروع القومي الكبير اللي بتعمله بتوجيهات سيادتك لتبطين كل الترع والمصارف، وأيضا زي ما وزارة النقل بتنفذ الطرق المحلية داخل المحافظات دلوقتي هنعتبر ده من الطرق المحلية وننفذ على الأقل 5 كيلو شمال و5 كيلو جنوب إن لم يكن كل الطريق المتقاطع مع هذه المحاور. فندم سيادتك أمرت من 21 يوم بالتحديد بالبدء في تنفيذ هذا الأمر، كان تاني يوم بننفذ يا فندم، وده شكل الشغل على الطبيعة الآن. الطرق الخط الرابع للمترو يا فندم، والخط الرابع ده برضه من الخطوط المهمة، بيبدأ من منطقة حي الأشجار في 6 أكتوبر بينتهي في منطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، طوله 42 كيلو، هننفذه على 2 مرحلة، المرحلة الأولى منه إن شاء الله من أكتوبر حتى عمرو بن العاص بطول 19 كيلو، ودي يا فندم الحمد لله تم الانتهاء من النشر على الشركات المصرية، 4 شركات مصرية وطنية تم النشر عليها ورسى الشغل عليها، إن شاء الله هتنفذ هذه المرحلة. المرحلة الثانية من عمرو بن العاص للقاهرة الجديدة 23 كيلو، الخط يا فندم ده جاي من أقصى الشرق لأقصى الغرب وبيربط الثلاث خطوط الباقيين مع بعض. ثم الخط الثالث المترو ده هيحسسنا بمعنى كلمة شبكة. الخط الثالث المترو جاي من الخطوط في الشمال حتى المعاد الجريرة في الجنوب، هيربط يا فندم بقى كل الخطوط اللي قبله عشان يبقى عندنا شبكة. إن شاء الله الخط طوله 30 كيلو في 24 محطة، هيقدر يشيل 1.2 مليون راكب يوميا. القطار الكهربائي الخفيف ده يا فندم من أحدث وسائل المواصلات اللي دخلت القاهرة بل والشرق الأوسط، بيبدأ من محطة عدلي منصور اللي احنا فيها النهاردة، طول الخط كله بمرحلتين 90 كيلو في 16 محطة، هيشيل 500,000 راكب يوميا. في الشمال هيوصل من عدلي منصور شمالا حتى العاشر من رمضان وجنوبا حتى المدينة الرياضية العاصمة الإدارية الجديدة. ده شكل المحطة يا فندم. دلوقتي المحطة دي محطة تبادلية مركزية، وده برضو أول مرة نعمل هذا الفكر ان احنا يبقى عندنا أكتر من وسيلة مواصلات تخش في محطة واحدة، الراكب ينزل من القطر يركب المترو، ينزل من المترو يركب المونورين أو الأتوبيس. هي محطة تبادلية تحتوي على 5 محطات رئيسية، أول محطة محطة الخط الثالث لمترو الإنفاق اللي سيادتك هتشرفها بالافتتاح النهاردة إن شاء الله، ثم محطة القطار الكهربائي الخفيف اللي رايح إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم محطة السكك الحديدية القاهرة السويس اللي سيادتك أمرت إن هي تبدأ من هذه المحطة بدل من عين شمس، ثم محطة أو موقف أتوبيس المطار الكهربي وأتوبيس السوبر جيت للأقاليم، ثم أخيرا موقف الأتوبيس التردري عدلي منصور السلام. وإحنا فعلا عملنا ده عشان ما يبقاش زي ميدان رمسيس دلوقتي، ما فيش أي عربية بتخش ميدان رمسيس. طبعا إن شاء الله بإنشاء هذه الوسيلة هيبقى في أتوبيس تردري ياخد الركاب اللي نزلوا من محطة عدلي منصور يوديهم إلى ميدان السلام المطور اللي داخل مدينة السلام، عشان ما يبقاش فيه موقف ميكروباص ومواقف عشوائية في هذه المحطة، اللي احنا ان شاء الله بإذن الله مصرين، وزي ما سيادتك بتوجه دايما باستمرار ان احنا يبقى عندنا حاجة حضرية وحاجة تليق بمصر الجديدة ان شاء الله. ده شكل المحطة من الخارج، وده شكلها من على الشمال من تحت، ده البهو الداخلي بتاعها من الداخل. دي طبعا محطة عدلي منصور التبادلية، ده الشكل الحالي دلوقتي، بتنفذها شركة المقاولين العرب ونسبة تنفيذها حاليا 86%. احنا بنحط حجر الاساس يا فندم النهارده واحنا 86% من المحطه، وكل الكباري وكل الحاجات الباقيه تقريبا ما بين 50 ل 60 ل 70%. وده التوجيه اللي سيادتك ادته لنا من اول يوم سيادتك ما توليت، ان احنا ما نحطش حجر الاساس لاي مشروع مجرد نحط الخامه في الجبل او في الصحراء ونمشي، لا، ده احنا لازم يكون المشروع شغال، معداته موجوده، شركاته راكباه وشغاله فيه، تحققت له عوامل النجاح، نقدر كده نعلن على المشروع ونحط حجر الاساس زي ما هيتم النهارده في محطه عدلي منصور التبادليه وفي القطار الكهربائي. المشروع يا فندم فيه 16 محطه نمطيه، ده منظور المحطه، وصممنا ان احنا يبقى دايما فيه 2 باركنج للسيارات على جانبي المحطه علشان
نرغب الراكب، نرغب الساكن ان هو يجيب عربيته الملاكي يركن في الباركنج ويركب وسيله مواصلات جماعيه زي كل دول العالم ما بتعمل، نقلل الزحام على الطرق ونقلل طبعا استهلاك الوقود. دي محطه من المحطات ال 16، محطه هليوبوليس الجديده بتنفذها شركه المول العرب ونسبه تنفيذها 38%. وفي بث مباشر حي يا فندم دلوقتي حاليا من المحطه، دي شكل المحطه يا فندم دلوقتي، خلص تقريبا الهيكل الخرساني بتاعها بالكامل، وان شاء الله هنبدا مرحله التشطيب وننتهي ان شاء الله يا فندم من الخط بالكامل زي ما عرضنا سيادتك في شهر 8/21 قبل الانتقال للعاصمه الاداريه الجديده بشهرين، عشان نبدا نجرب مواصلاتنا ونشغلها تشغيل تجريبي. القطار الكهربائي يا فندم فيه طبعا ليه مسار علوي في معظم تقاطعاته وانفاق، بالاضافه انه في كباري سيارات بتخدم التجمعات العمرانيه اللي موجوده على جانبي هذا المحور، 9 كوبري ونفق للمسار و4 كباري سيارات لخدمه التجمعات السكانيه المجاوره للمسار. ده على سبيل المثال عندنا 6 كوبري طبعا كلها شغالين فيها يا فندم، ولكن احنا خدنا على سبيل المثال كوبري التقاطع مع طريق السويس بتنفذه شركه ابناء حسن علام، وصلت نسبه الاعمال الانشائيه فيه الى 47%. طبعا الكوبري ده في 39 محور وطوله تقريبا كيلو و154 كوبري عملاق، وده بث مباشر يا فندم حاليا دلوقتي من الكوبري اثناء تنفيذه في الوقت الحالي. شكرا. كباري السيارات يا فندم 4 كباري، خدنا برضو منها على سبيل المثال كوبري واحد وهو تقاطع او كوبري اللي بيخدم المستقبل 2. الكوبري يا فندم هنا زي ما حضراتكم شايفين بيعدي القطار الكهربائي الخفيف اللي هو موضح باللون الاخضر، وبيعدي كمان طريق الاسماعيليه، يعني احنا ما بنعملش كوبري يا دوب يخدم القطار الكهربائي، يعني احنا بنحل مساله مروريه عشان نسهل على اهالينا ومرتادي كل التجمعات السكانيه اللي موجوده على المسار، علشان يقدر الناس تتحرك بسهوله ومحدش يتاذى وهو بيعبر طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي. بتنفذه شركه السعده نسبه تنفيذه 70%، وده بس مباشر ايضا يا فندم من الكوبري او تنفيذ الكوبري حاليا. شكرا. انفاق السيارات دول انفاق مسار القطار اللي القطار الكهربائي بيعدي منها تحت الطرق الرئيسيه المتقاطعه، مثلا ده في طريق داخل لمدينه بدر او طريق داخل هليوبوليس الجديده، فلازم بنعديه من تحتيه بنفق، بتنفذه شركه كونكورد نسبه تنفيذه 67%، طول النفق تقريبا 460 متر، وده بس مباشر يا فندم من موقع النفق حاليا واحنا موجودين هنا. شكرا. ورشه بدر القطار الكهربائي، الورشه يا فندم دي على غرار الورشه اللي تم تنفيذها للمترو، بننفذ ورشه في بدر القطار الكهربائي على مساحه 78 فدان في 26 مبرى، وصل نسبه تنفيذها ل 36%، بننفذها تحالف شركتي جاما والرواد. الشركات يا فندم حضراتكم ملاحظين ان انا بتكلم كله شركات مصريه، رغم ان المقاول العام هو شركه افيك الصينيه، ولكن احنا اتفقنا معاها ان طالما عندنا شركات مصريه تقدر تعمل الكباري والانفاق والمحطات بل والسكه، وده جديد، شركه اوراسكوم بتنفذ السكه الحديد، كل الشركات المصريه بتنفذ هذه الاعمال، شركه افيك الصينيه بتشرف علينا علشان تضمن سلامه المنشا لان هو هيبقى في الاخر باسمها، هتجيب لنا القطارات وان شاء الله باذن الله نشغل تشغيل تجريبي في شهر 8/21. ده ورشه العمره الجسيمه اللي في الورشه، ثم ورشه الصيانه الخفيفه، ثم جراج القطارات. موضوع المونوريل يا فندم وده موضوع مهم جدا، مونوريل العاصمه الاداريه الجديده و6 اكتوبر الاثنين يا فندم مع بعض اجمالي اطوالهم 96 كيلو، فيهم 34 محطه، ان شاء الله هننقل بيهم 650 الف راكب يوميا، وده طبعا برضو وسيله مواصلات حديثه ومتطوره جدا وداخله الخدمه جديد. المونوريل اللي هيبدا من او مونوريل العاصمه الاداريه هيبدا من استاد القاهره وحتى مدينه العداله في شرق العاصمه الاداريه الجديده، مونوريل اكتوبر هيبدا من منطقه وادي النيل غرب النيل وحتى اكتوبر الجديده. الشغل بدا يا فندم فعلا، احنا خلصنا موضوع الاغلاق المالي وخلصنا التعاقد والحمد لله شغالين كويس جدا، بدا المشروع ينطلق، بدانا يا فندم نعمل ده، هيبقى فندم بالظبط زي الفايادكت بتاع او الكوبري العلوي بتاع المرحله الرابعه، هيبقى على طول يعني اساسات عميقه في الارض بتطلع على عمود احادي، بيطلع لما الحد جسم
المنشا الخرسان اللي هتشيل المونوريل. القطار الكهربائي السريع يا فندم السخنه العالمين ده هننفذه على مرحلتين، طوله كله 486 كيلو. المرحله الاولى منه هتبدا من العاصمه الاداريه الجديده برج العرب 262 كيلو، ثم المرحله الثانيه على جزئين السخنه العاصمه الاداريه وبرج العرب العالمين بطول 224 كيلو. اخر وسيله يا فندم هي وسيله الاتوبيسات السريعه البي ار تي او الباص رابيد ترانزيت، وهو ان شاء الله هنستخدمه على الطريق الدائري. هيربط مع كل وسائل المواصلات اللي انا قلتها دي، كل وسائل المواصلات اللي هتحرك على الطرق الرئيسيه داخل القاهره سواء مترو او قطار كهربائي او مونوريل. الاتوبيس ده هيمشي على الطريق الدائري بدون توقف زي ما هو موجود في كل عواصم العالم، زي ما هو موجود امام حضراتكم. وده رسم تخطيطي للطريق الدائري. بعد ان شاء الله ما ننفذ البي ار تي هناخد الحارتين الداخليتين يمشي يتحرك عليهم، لانه لازم يمشي في مسار معزول طبعا، ويمشي معاه الاسعاف والمطافي وكل الحاجات السريعه. ده نموذج في كل عواصم العالم المزدحمه زينا حاليا دلوقتي، وده نموذج في مدينه بوجوتا في كولومبيا ومدينه مكسيكو سيتي في المكسيك. احنا فعلا مخططنا بناء على تنفيذ حضرتك، ولما ننفذ بقى البي ار تي ومن دلوقتي بنعمل بننفذ جراشات نموذجيه وحضريه على الطرق الرئيسيه المتقاطعه مع الطريق الدائري. الميكروباص مش هيطلع على الطريق الدائري، هيبقى واقف في موقف تحت الطريق الدائري، والبي ار تي هو اللي بينقل الركاب في حركه دائريه على الطريق الدائري. ده موقف مستور قبل التطوير اللي على اليمين، وده شكله بعد التطوير على الشمال، ثم موقف السلام قبل وبعد التطوير. شكرا يا فندم واي اوامر.